مساء الخير والليلي ليلتك. سهرتنا الليلي غير شكل لأن آخر سهرة بالليلي ليلتك. بس الليلة مش ليلة الضيف، الليلة ليلة المشاهد لأنه جبنا له هالضيف. وإذا كانوا رجال من قبل يتعاطفوا مع ضيوفنا والنسوان توقف ضدهم، فالليلة ما بعرف مين رح يتعاطف مع مين ومين رح يوقف ضد مين. لأنه قبل اللي أنه خلونا نرحب بالصبايا. ندى أبو فرحات، الرجل هو العنصر الأساسي بالليلة ليلتك، بس بما إنها آخر سهرة فرح تتم السيطرة على كل المواقع الرجولية ورح تحتل هالكرسي أنثى. هي أنثى ومكترة، بتثير غيرة معظم النسوان وبتطير عقل كل رجال. أهلا وسهلا بهيفا وهبي. بالليلة ليلتك عنا فقرة ستاندرد اسمها حكي نسوان، بس الليلة أكيد حتكون غير شكل لأنه صرنا خمسة بدل أربعة. والله يستر. أول سؤال، شو بدها المرأة من الرجال؟ إذا بتعرفي تجاوبيني على هذا السؤال ببصم لك بال 69 مش بالعشرة. شو بدها المرأة من الرجال؟ حسب هي شو بالحياة. أكثر أكثر. لا معنا حسب هي شو بالحياة بكون بدها. شو بدك من الرجال؟ هاي فوهد. بما أني فنانة وبما أني حدا معروف وبما أنه بهيك ضمان بتصير تشوفي الأشياء أنه كل حدا عنده ورا نظرته هدف أو بتصير بدون ما تحسي ما بتعود تصدق الأشياء، بيكون بدك العكس. شو يعني؟ أنه حدا تصدقيه بسرعة، بيحبك لأنه أنت إنسانة كتير عادية مش لأنه أنت إنسانة معروفة ومشهورة، وتصدقي هالشي. بس هذا طلب كتير بسيط هيفا. بس هذا منه كتير هين ومنه موجود. مش عم تلاقيه؟ لا لقيته. هلا انا باكد لك. شو انبسطوا؟ لقي لك شي مليون واحد بس عن جد من قلبه بيكون عم بيعطيك الكومبليمون. شو يعني ما بتصدقي؟ هني. مش مهم. احيانا كتير ناس بيعطوكي احلى كلمات، بس مهم انت من مين انبسطتي ومن مين حسيتيها حقيقيه وصادقه وقد صدقتيها من هالحدا، وقد ايه هالكومبليمون مش لانه انت ستار او لانه انت حلوه او يعني هذه شغله ما فيك توصفيها بالكلام. طب اذا عمل لها الرجال كل شيء بدها اياه للمراه، بضل بدها اياه للرجال؟ بعتقد المراه ما لازم تخلي الرجال يعمل لها كل شيء بدها اياه اذا هي ما بدها اياه له. اوكي انا وصلت اكتفيت. هي انجو مش معود عليك هالقد تقتنع بسرعه. مش معود على عنصر النسائي. انت مع فكره انه الرجال من المريخ والنسوان من كوكب فينوس كوكب الزهره؟ في كثير ناس اليوم بيعتمدوا على عقلهم بالعلاقات، هن هيك بيفكروا، هن هيك بيشوفوا الاشياء، وهالقد بحبوا يصدقوا الاشياء. في ناس بيلغوا العقل، بيتعاملوا مع الموضوع بعاطفة. وهي فوهبة عقلانية ولا بتلغي للعقل هون؟ أنا مع اثنين، بس قلبي شوي متحكم أكتر من عقلي بهالأمور بالذات. بتحس بيأثر يعني عليك هالشي بضعفك أكتر طالما القلب عادة ضعيف؟ إذا بشي ضعيف خاص كتير بحياتي ما تعاملت بقلبي يعني ساعتها كل شي بطل له طعمه بالحياة. ما تقدر بالأمور الخاصة ما حدا له خصة غير القلب. بس بيقولوا لانه في كتير بيقول في نظريه بتقول انه من غير كوكب رجال ونسوان من غير كوكب، مشان هيك مش عم بيفهموا مع بعضهم هالقد، مشان هيك ما بيركبوا على بعض الاشياء. فهيدي النظريه انه بتامني فيها ولا لا؟ انا بقول انه مش لازم يكونوا مثل بعض لانه كثير بيكون في شيء بايخ بالعلاقه. يعني ما بتامني بالمساواه بين الرجل والمراه؟
ليه المرأة بدها تكون أقوى من الرجال بشو يعني؟ يعني أنت برأيك إنه المرأة إذا أنت بتحللي من وراء الواقع إنه المرأة هي أضعف من الرجل؟ ما في مرأة قوية، أقول في رجال ضعيف، والرجال ضعيف هو ممكن يكون ضعيف قدام مطلق إنسان بالحياة مش بس مرته. يعني أنت مش قوية؟ عم تقولي ما في مرأة قوية؟ على رجل؟ هلا القوة كلمة مبهمة، هي شو ذكية قصدك مثلا؟ انت ما انا ولا ما هيفا لا بدي اجرب اخذ منها شوية. بتعتبري ان المرأة الذكية هي اللي بتنجح العلاقة؟ لا، هي في ناس بيعتبروا، في نسوان بيعتبروا انه اذا قالت له لا كل الوقت يعني هي ماشي كلمتها وماشي الحال. طب انت بينك وبين هذا كثير غلط، هذا كثير غلط، لانه الانسان اللي بيكون من بين كل العالم نقى شخص معين ليكون بحياته، إذا هذا الإنسان ما ريحه وما حسسه أنه هيدا هو الشيء اللي بده إياه، حتى لو فيه أخطاء بس بيقدر يتحملها كرمال أمور تانية بالعلاقة، إذا هون ما لقى راحته يعني ما رح يلاقيها بولا محل تاني، وما رح يبقى يزعل إذا بمحل تاني مرتاح. طب هل أنت بتسمح للرجل يعمل أشياء أنت هو ما بيسمح لك تعمليها؟ هون عم بحكي عن المساواة بين الرجل والإمرأة. لكن في أشياء إذا نحن عاقلين ونفهم ونفكر ونحترم العلاقة وعنا ثقة ببعضنا وبحالنا، في أشياء ممكن تمرق. وإذا عرفت إنه خانك ممكن تغفري له؟ أصلاً بيكون كتير مش ذكي إذا خلينا أعرف إنه خانني، ومصيبة بعد هيدا الشيء يعني. لا أنا بتلعب فيها أنت؟ بتكون ذكية بهالموضوع؟ لا، ما هو مخصص، ما بيلعب دور أبداً الذكاء بهالموضوع، هو بيلعب دور جنون المرأة، وبعتقد مرة هي مجنونة بتاخد قرارات يا لطيف يعني. جنيتي شي مرة؟ أنا مع هذا النوع من القرارات بلحظة جنون. جنيتي شي مرة؟ في نظرية بتقول إنه كل ما المرأة عذبت الرجال أكثر. لينا كل أحكي حكي عن نظرية بتقول أخبار بتقول لينا كل وحدة كانت على رأي المسألة. شو رأيك بالنظرية يلي بتقول إنه كل ما المرأة عذبت الرجال أكثر كل ما تعلق فيها أكثر؟ إذا كانت موجودة بحياته وعايشة بحياته وفي قرار إنه يكونوا مع بعض، العذاب كتير بخليك تروح تدوري على الراحة بمحل تاني. لا قبل لتعلقه، كل ما صارت تقول له لا أكتر كل ما صار بده إياها أكتر، مزبوط ولا لا؟ ومن بعد ما تبطل تقول له لا أكتر أول شي. عشو بتدور ساعتها؟ مع حدا تاني تقول له لا؟ لا أكيد لا أبداً. أنا بعتبر أنه العلاقة بين مرأة ورجل أهم من أنه تقعد تخطط كيف بدها تقول له لا أو إيه، لازم يكون لا لأنه لا والإيه لأنه إيه. أنت الهيئة لقيت شريك حياتك اللي عم تجاوب هالجواب، لو قبل هالشريك الحياة كنت شو بيكون جوابك؟ كنت حكيت كيف بتمنى أو كيف بحلم أو كيف بتخيل الأمور، بس طالما الواقع موجود بحياتي بحكي كيف هو موجود. يقال أنه أسلحة المرأة إجمالاً الإغراء والدموع. سلاح الإغراء موجود، سلاح الدموع شي مرة استعملتيه؟ ما استعملت وسيلة أبداً. إذا بدي أبكي، إذا في شيء مأثر فيه، فيني يكون عم بحضر فيلم وأبكي. بالعلاقات جرحتي شي مرة بكيتي؟ وعلى فكرة ما استعملت الإغراء، أنا بتقولي موجود، هو موجود لأنه نظرة الناس للموضوع هو بهالطريقة، بس مش ضروري يكون هدف. مزبوط. بالنسبة لك بس هو موجود بالنهاية، منه وسيلة لأنه الرجال لما بيقرر يقضي حياته مع امرأة وبيختارها من بين كل الناس، مش لأنه أغرته، لأنه الإغراء موجود بوين ما كان، موجود اليوم بأرخص المحلات، مش هيدي هي العلاقة اللي بدور عليها الرجال اللي بدها تكمل لبعدين وتأدي لحياته. بس طبيعي لما شاب ينجذب لإلك أول ردة فعل من انجذابه هي الشكل الخارجي تبعك، بعدين أكيد حيتعرف عليك أكثر كرمال علاقة لبعدين. تعتبري حالك ما استعملتي أبداً الإغراء، بتعتبري هيدا الشيء موجود، وإذا بحال فهموه الآخرين بهيدي الطريقة هيدي مشكلتهم؟ لا، اللي بدي أقوله إنه الأشخاص لما بيصير فيه هالإنجذاب بيناتهم لكتير أسباب، ومن يمكن من أول الأسباب بتبقى الشكل أو الشخصية، الإنجذاب بطريقة الحكي، التفكير، النظرات، هذه كلها أمور. أوكي، أول شيء، طب هيدا الشيء لما نتعود عليه ويصير شيء كتير كليشيه بالعلاقة، وبعدين إذا المرأة عم تفكر بجدية لقدام، في كتير أشياء بدها تدور عليها بالعلاقة ما خاصة بهيدي الأشياء اللي عم نحكي فيها. مين المرأة اللي بتتمثل فيها هيفا وهبي؟
متمثل فيها متمثل بحدا، انا متمثل بحالي يعني بحالي هيك هيك صارت الاشياء. هذا يعني تواضع قوي كثير. ما في مره مثلا الهمتك او اعطتك شيء او انه واو شيء عظيم اعطتك شيء، ولا مارلين مونرو ولا ولا اكيد معجبه بشخصيات كثير عامه او بتاريخ الفن ممكن اعجب، بس ما تمثلت فيها. والدليل على هالشيء انه شعراتي سود، لانه كل اللي مرقوا بتاريخ الاضواء والسينما الحلوه والناس الحلوين اللي مرقوا بالحياه، وعجبني الزهو اللي هن كانوا فيه ان كان من خلال الفن او السينما، هذا ما خصه كيف انا بحب اتمثل فيهم على صعيد حياتي كهيفا الشخصيه. لانه كفن بعتقد وصلت لمحل تو ليت انه بقى اتمثل بحدا، لانه تعلقت بالشيء اللي انا فيه. اي انواع نساء بتتاثر فيه؟ ما بحب اشوف ست عم تبكي مجروحه او حدا او اثنين عم يتعذبوا لانه تاركين بعض، او حدا فجاه صار يعني اخذ قرارات، او حدا اخذ قرارات بحياته نزع حياه ناس ثانيين بهذا القرار، او حدا اي انواع قوه بتتمثل فيهم عند المراه؟ هي اللي بتعرف شو بدها وبتعرف تقول ايه او لا بوقت لازم تقول ايه ولازم تقول لا، ما تكون انه هي ما لها عين. يعني ما في تجارب نسائيه ابهرتك مثلا او قلت اف انه هيدي المراه صنعت حالها بايدها؟ ما في مثلا امراه تقولي انه خرج تكون ايدول بالنسبه لك بالسابق؟ ما تحكي عن هلا مزبوط مثل ما قلت 100%. هلا انت صرت لمحل اكيد العالم بدها تتمثل فيكي، مش بس لانه العالم بدها تتمثل فيي، لانه بحس انه في اشياء ناطرتني بالحياه طريق عم بمشي رح اوقع بتجارب كثير ولازم اعرف اتصرف فيها، مش على اساس غيري شو عمل او كيف انا كنت عم بحلم اشياء تكون. يعني كل وقعة لازم أعرف كيف أقوم، كل شيء حلو بالحياة لازم أعرف كيف حسه وجرب قد ما فيه عيشه للآخر، لأنه ما بعرف بعدين شو بيكون فيه. هلأ زمان كيف فكر يعني ما بدي أقعد أقول إشياء كليش يعني إشياء بتنقال أو عتيدي، لأنه كلنا تمثلنا بأشخاص بفترة كنا عم نكبر فيها وبعدين كبرنا ولقينا الحياة بمحل تاني ولقينا نحن ظروفنا غير ظروف عنهم. حياتنا غير حياة اللي قبلنا، حياتنا أو أهلينا مثلا. يعني أنا أكيد متأثرة كتير بأهلي بس بتعامل مع الأمور بغير طريقة. وين برأيك السعادة أكبر عند المرأة؟ إنها تتزوج، إنها تعمل كارير يعني حياتها المهنية تكون ناجحة، أو إنها تكون أم؟ مهمين كلهم. هي شو بتحب هي شو بدها إذا بدها هول كلهم هول صعبين مع بعض، هول بيجوا بتسائب. إذا كانوا كلهم مع بعض بتكون هي كتير إنسانة محظوظة وسائبت إنه عندها يوم ثلاثتهم. بس إذا عندها عطش لشغل أو زهقانة ما عم تشتغل أو حاسة حالها عندها فراغ كبير بحياتها ولازم تشتغل، بيكون همك وتفكيره كله بهاي النقطة. إذا كانت تشتغل وناجحة وعندها حدا بحياتها وحاب يكون عندها تجربة بحياتها ممكن تأدي لمستقبل لبعدين، بيكون تفكيرها هون مع إنه عندها هون. يعني أنت برأيك سعادة حسب المرأة شو بدها؟ لا أنا بقى السعادة إذا كنا مقتنعين باللي عندنا وبس من دون ما نطلع ونقارنه باللي عند غيرنا. أنت سعيدة؟ أنا إنسانة كتير سعيدة لأنه أنا مقتنعة أنه اللي عندي مكتفي فيه، وإذا أنا بدي قارن باللي عندي مع حدا تاني عنده أكتر ما رح أكون سعيدة بالشيء اللي قال عطانيه لألي. وهيك فكر بالأمور من كل النواحي. ليش وقتها يمدحوا المرأة بيقولوا أخت الرجال، بس وقتها بدهم يسبوا الرجال بيقولوا أخو؟ سبوا له شخصياً مش سبوا أخته. إيه ليه بيعملوا هيك؟ أقوليك ليه عنا هالقد المجتمع؟ بحسه كلام يعني شوارعي أكتر، بيسمعوا بيصير عادي على السمع، فبالتالي عادي على الحكي، فبالتالي اللي بده يسب بيسب عن جد، ما هيك؟ كل العالم بتسب بس ما يشبهوه بالمي. شو بنقول له؟ يعني شو عليك؟ ها هي؟ هي خلص سكت ما عاد حكي. عيب قول.
مين هو الرجال اللي بيقولوا مثلا هيدا عن جد رجال؟ بتحسي مثلا اذا كان شرقي عن جد رجال، اي بتفضلي اي نوع رجال؟ بحب يكون عنده ثقه كثير بنفسه ويكون ويحسس المرأة بالامان، لانه الامان بيجي من عده عوامل، هو اهم شيء بالعلاقه بسبب هالعوامل اللي هي كثير. وشكل خارجي، انه في ناس بيلاقوا الفرصه عند اشخاص وبغض النظر عن الشكل الخارجي، انا ما عم بقول انه هو اهم شيء بس له جزء من الاهميه صراحه. في المرأة تحب اكثر من الرجال بذات الوقت؟ انا لا، اكيد لا. فيها تحب اشخاص بحياتها، حبها لحبيبها شيء، وحبها للاشخاص الثانيين مبني على غير اشياء، مبني على صداقات، شغلة، احساسها بالامان معهم، الوفاء اللي بيناتهم كاصدقاء، بس انه تحبهم. طيب فيها تغازل اكثر من الرجال بذات الوقت؟ كم العدد؟ انا شخصيا اللي بدي اقوله غير اللي انا بوحيه، بقول لا اكيد لا 100% لا. بس الرجال ما في رجال بيقبل على نفسه انه حبيبته تغازل واحد تاني. لا، هي المره كمره بتقدر تحسي انه اكثر ما عندها حب تعطيه بتقدر تحب اكثر من زلمه بذات الوقت؟ لا، بيكون لانه عندها حب تعطيه، ولانه والله ملسني بس، او لانه زلمه واحد مش مكفيه. هذا غير موضوع، احنا عندها مشكله بدها حكيم. والرجال اللي بيرتبط باكثر من امراه كمان بتعتبري غلط؟ بعتبره غلط. ايه صراحه بعتبره غلط. إذا هو معتبر إنه علاقته مع واحدة منهم جدية وواعدها واعدة حالها هي بأشياء، هي معه بأشياء، هو عايش حياة تانية مع حدا تاني، إنه هيدي ديزاستر، يعني عم بينزع حياة حدا ما بيستاهلها. هيفا شي مرة عملتي مخطط لتوقعي رجل؟ لو وقع شو يعني على الارض؟ ايه توقعي بضربة شيء يعني. انا مرة بالمدرسة ايه كنت كل ما حدا بده يقوم على التابلو مد اجري. مش رح فسر لاني فهمت علي. عملت مخطط انه هيك بتعرفي احيانا بيكون المخطط بلحظتها، انه انا عفوي يعني؟ ايه، انه انا بدي الفت نظر شخص حلو. شو بتستعملي سلاح لتلفتي نظر شخص حلو؟ شوفي، اذا كنت قاعده بقعده فيها حديث وفيها صالون، لازم تقولي الكلمه اللي بمحلها لتلفتي نظر، مش اكثر يعني. يعني بالحديث برايك؟ بالحديث، بنظرة، بطريقة تصرف، بس مش أكتر. كيف معقول تكون طريقة تصرف؟ إذا حديث أوكي فسرتي، بس طريقة تصرف شو معقولة؟ مثل بالأفلام قال أي أي أي. أغرى بلاس أغرى. ممكن المرأة تتزوج رجال هي تصرف عليه أو هي تعيشه؟ هو ممكن، إذا عم تسألين عن حالي هذا غير موضوع، هو ممكن لأنه المرأة بالمطلق موجود بالحياة يعني، بس عم تسأليني أنا no way. بس مع الناس اكيد في كثير ظروف اشخاص بتحطهم بهيك مواقف، اكيد في موجودين. ليه هالقد في نماذج كثير بالمجتمع موجود هالاشياء اللي عم نحكي عنها؟ ليه ما بتقبليها على حالك؟ ما بقبلها على حالي ابدا. اذا انغرمتي بشخص كثير لذيذ وكثير رائع بس قدراته الماديه مش كثيره، تفكير المادي هو انه هو يعتمد عليا وتصرف عليه، بلاقيه عنده نقص كثير كبير بشخصيته الخشنه يعني. بركي بيساعدوا اول فتره مثلا وبعدين هن حرين، عم نحكي عن غير ناس. اكيد معك انت، اذا سأليني انا شخصيا ما بيشبهني هالشيء ابدا. ما بيشبهني فيها مرة. ولا ضروري تكون العكس يعني، هي تقعد تتكل عليك اليوم شو بدي اعمل لك، كمان مش ضروري، بس هيدا اهون من هيدا. فيها مرة تغير رجال؟ ايه عن جد؟ خبريني. خبريني بليز شو الوصفة. شو الوصفة؟ ايه أنا في كم زلمة عبالي كم زلمة؟ ايه ما بعتقد إنه هي وصفة، هي طريقة تعامل. وأنا بلاقي إنه ما فيك تطلبي من حدا يكون نموذجي يعني، إنه هيك أنا بدي إياك وهو هيك بده إياها، ما بتزبط. إذا هن في نقاط معينة بيتفقوا عليها بعلاقتهم، في محل بيوصلوا له إذا ما تقبلوا أغلاط بعض يعني
يعني. بس يعني اذا حكيت انا بعرف انه هذا الديفو موجود فيه، بدي اجرب اتقبل واتاقلم معه، ممكن مع الوقت جرب غير شيء فيه، واذا انا في ديفو فيه بيزعجه ممكن مع الوقت يغيرني، بس ما في شيء بيجي بلغه الامر وهيك بده ولا لا. يعني الحكي بيغير التنفيذ الاشياء، مبين ان احنا هذا الشيء بضايقنا من بعض، ممكن مع الوقت يتغير. يعني بتنصحيها بطريقه سلسه تفوت بالموضوع مع الرجل اذا بدها تغيره؟ انا ليك جربتها ومش ضابطه معي، بس رح ارجع اجرب. هلا في امرار الصوت العالي بينفع، بس انا ما بحبزه. بس مجربتي صوت العالي؟ ايه نرفوزه انا على فكره، عصبيه وممكن على صوتي، بس مش اخذتها ما بدأ، يعني انه انا اذا ما بصرخ ما بيمشي الحال. لا. طب هيفا شو برايك سبب الغيره عند الامراه؟ بغض النظر عن من شو، هو حبها يعني، فيها تغار من حي الله شيء، مش بتغار على الرجل، غيره من حدا، نقص في تكون نقص بشو، بالشخصيه، نقص يا لطيف. شوفي منهم هول كل النسوان، طيب معظم النسوان 3/4 99% من النسوان بتغار من هيفا وهبي. لا انا بحبها كثير، لا بحبوكي انا، ما قلت مش ما بحبوكي، بالغيره مش يعني كره، مزبوط؟ لا في غيره بتبقى صافيه، يعني في، يعني انا نسوان بيجوا بيقولوا لي انه منحبك كثير بس في من غير منك مثلا، بس مش عن كره. لا 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 مش عن كره، هذيك بتصير في حسد وفي غيره. لا 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 غيره بيضاء، غيره انا بغار اذا بحب غير على شخص بحبه، بس ما بتغاري من امراه ثانيه؟ لا ما بغاري، بمعنى انه بالعكس انا اكثر حدا ممكن اذا شفت امراه حلوه الا انه انت حلوه، اذا شفت شيء حلو اعبر عن اعجابي بهالشيء او بهالاشخاص، يعني ما بخبي، ما بغار، شخصيتي ما بتشبه الغيره اللي فيها انه منيعه. ما بعرف ولا مره غيرتي من حدا؟ ما عندي. كم شخص اللي برايك عند المره؟ نعم كم شخصيه؟ كثير والله، عدده. وشو هن؟ مش عارفه جوابي. لا انت اكيد بتعرفي انه المره عندها كذا شخصيه وبيلعبوا ادوار بحياتها هدول الشخصيات. طيب لك هلا في 5 نسوان قاعدين على الطاوله، كم شخصيه موجوده هون هلا برايك؟ شميه. يعني انا عندي لبكره ان شاء الله عندي كذا شخصيه صراحه، وهذا الشيء مبين. يعني اي شخصيه عم تستعملي معها؟ قديش يعني؟ يعني عندي كذا شخصيه فنيه، عندي كذا شخصيه، لكن كل شيء يمكن طبيعه شغلي بتتطلب مني هيك. عبالي هيك صار. انا بعرف صراحه انه ندى عندها 6، انا عندي شيء 17، هيدي بعرفه. انت لا عبالي عارف مثلا هيفا بالبيت، طالما قلت الفنيه الشخصيه شيء بالبيت حافيه هيفا كيف؟ ايه هيك كليبس مش عارف تاكل بطريقه هبجيه، افتح البراد شو بدي اكل، باكل من هيدا ولا مسكر بفتح في الدرف اللي فيها بقى البونبون ول ول ول، بدور على شيء اللي بلحظتها انا حاسه حالي جعبالي. تاني يوم ممكن يكون انه نوي اليوم، ولا ممكن ياي جاتو مع الجلاد، بكون انا مثلا قبل بيوم عندي غير شعور لهذا الشيء. هذا من ناحيه انه بالبيت اقعد بحضر تي في، بدي نايم، بدي احكي على التليفون. يعني عندي شخصيه بالبيت كليا مختلفه عن شخصيتي الفنيه، حتى مش بالبيت، حتى لما بنزل على المسرح غير حدا هيك مساقبه، لانه الشغل بده شيء، حياتي الخاصه غير بالبيت. موضوع بتجلسي ظهرك بالبيت ولا كتير. بتريح حالك؟ لا لا ما بعرف، ما زابطه حدا شايفني ليه هالقد تحت الجالس؟ ايه بجلس ظهري، حتى عندي اختي اذا بتعمل هيك بقولها جلسه، يعني بقولها لانه هيك بشوف الاشياء، انه هالقد حافظه الاشياء هون. صح انا كثير بعدني على بالي اعرف كم شخصيه. يعني طب بين ال 6 وال 17 قد ايه؟ كم واحد اقل اكثر؟ في شيء 4-5. 4-5 يعني عن جد. الحمد لله. يعني فيني اكون قاعده مع اشخاص غير هالقعده، طبيعه القعده بتتطلب منك انه تكوني يعني هيك انه وفي بتكوني ألاذ، يعني مرتاحة مع حالك وهيك، وبتكوني على طبيعتك كثير، ماني 100% هلا هيك، لأنه بدون ما تحسي، وأنتوا بتعرفوا ممثلات وبتعرفوا إنه طبيعة عملنا فيها نوع من التكلف قدام الكاميرا للأسف. قد ما تكوني طبيعية قدام الكاميرا، بعد في شوية تكلف، اللي هو يعني أول ما ينطفي هذا الضوء الأحمر اللي هونيك نفلتها تشطو مثلا، يعني في أشياء ما بتزبط قدام أشياء
انطفى انطفى فرزينا انطفى احمر قد ما بدك احمر ما بيحمر اكثر من هيك يعني لكينا مع ال 66 مثل ما كنا جمعة بنغني على صوت عالي ايوه شو كنا عم نغني هيك نغني اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك لو قلت بحبك لسه اكذب عليك او اكذب عليك لو قلت نسيتك همسه اكذب عليك امال انا ايه قول لي انت انا ايه اختار لي بر وانا ارسى عليك قول لي انت انا ايه قول لي انت انا ايه اختار لي بر وانا ارسى عليك انت حبيبي يعني لسه حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول 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 يا حبيبي لكينا من بعد حبيبي ومن بعد 66 شخصية الموجودين هلا على الطاولة لنشوف إذا بعد بيطلع شخصية جديدة بعد البريك